أعتقد بأن اليوم الجو الصحي كل نقاش بحال الشكل هذا المعارضة تبدل يديروا ليها احترام ونقاش صحي، ولكن أنا غير مسؤول سأقولها واخا تجرح بعض الحالات، لما كيجي شي واحد يحضر أو لما كيتابعش معنا أنا غير مسؤول. فلجان تشتغل كتب لي الشهر الأيام الدراسية كاينة، ولكن كنشوف بعض الغيابات. هاد النقاش هذا لكن بعض النقاط هذا النقاش هو تقني كيكون في اللجان. اعتقد بانك ككان موجود داخل اللجان غيكون ان تجاوزوا كاع الخلافات او نجاحوا بعضنا في بعض الكلام او شي حاجه. اعتقد بان الاخوان كل واحد مسؤول بلا ظهر حمد الله ديالو، الاخوان كيمثلوا الاقاليم ديالو كيمثلوا الاحزاب السياسيه ديالو. وغنقول لكم واحد الحاجه، هاد النجاح واعتقد بان اليوم السنه ديال التصوير فهذا ماشي نجاح ديال عمر مرور، نجاح جميع 63 عمر اللي خدامين كيشتغلونا، وكذلك بوطو اللي كتواكب معاهم. اقسم بالله بوطو كيخرجوا في 10 من بعض الامكانيات اللي جداد. فهنا خصكم تقولوا بان هناك تجديد، هناك بان هناك رؤيه واحده اخرى اللي خصنا نعطيوها يعني هو حقها. فخصنا نشكروا بعض الناس ولا باش شي تكسير تا هو كيمنوا الاحباط. كاين ناس اللي كيجي واحد كيخدم مثلا كاين عضو اللي في الشهر كيدوز 20 ساعه ولا 15 ساعه، ممكن يكون ما كاينش شي هذاك حق وكيتحاسب من راسو. ولكن علاش نزول النزعه ديال النقاشات الاحاديه او النقاشات اللي ما كتمشي بالصميم؟ بالعكس، اذا كانت عندكم فكره ما سمح لكمش كتكون كانت معارضه عندك شي فكره في اللجنه حطها او نكتبها وجيبها لي ديك الساعه الرئيس وما نسيناهاش نكتب وناقشناها وما مشيناش فيها. هي ديك الساعه جي في الضوابط وقول لي اخي الله يخليك هاد الفكره عطيتها لك او هاد المشروع عطيته لك واللي ما خديتيش في عين الاعتبار او ما شتيش ان اليوم هذه استثنيتي المعارضه. حنا كنا الاخوان كنا كنعرفوا في النقاش البارح جلسنا تقريبا 3 ساعات والفرقاء السياسيين ورؤساء اللجان والمكتب موسع، وكان نقاش صحي وضرنا كنتكلموا على الدور كنتكلموا على المستقبل، يعني شنو باغي يدار من هنايا. وهنا غادي يكون معطيات بالنسبه للدوله، اول معطيات بالنسبه للقانون القانون ديال اللي كيقول بالنسبه يمكن الاخوان بعض المرات كيجتهدات، ولكن انا غنقول لك الفصل بالنسبه لاش كيقول الماده 57 تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس فور توقيعها وقبل 7 أيام على أقل تقدير تقدير انعقاد دورها الموالي للجمع، وإذا تأخر انعقاد الجمع أي لجنة لسبب من الأسباب ترسل تقاريرها إلى الأعضاء دون مراعاة هذا الأجل. يصر رئيس المجلس على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجهة للأعضاء حضور الدورة. أعتقد بأن اليوم المراسلة مشات تكون الوثائق مشاو يوم الإثنين وكاين وحدين اخرين يمشيو للجمعة والسبت. هذا لا يعني بان حنا غيكونوا عندنا وثائق ما نقدروش نسيفطوهم باش مثلا نسيفطوهم باش نخبعوا. هاد الوثائق كانوا كلهم كانوا في اللجان، وانا عاد بحكمة كنزلوا للجان بحال سعيد بابي كنسيفطوهم هاد الوثائق موقعة اتفق معاك خاصها توقع، ولا ما كانش شي رئاسة لجنة موقعة خاص يوقع. هذا من باب ديال الحرص ديالنا على هاد الوثائق باش تكون. نتفق معك بعض الوثائق اخوان كيما سمعت هذا هضره بقى بسيط، نتفق معك بسم الله. بعض المرات كتجي مراسلات اخر وقت ما كيبقاش الوقت في الترجمه، ولكن ولا شفنا 27 اتفاقيه هذا في مونتاج العمل يمكن واحد اتفاقيه فرنسيه، وانا نتفق معك ولكن لان خصها تكون ترجمه بكل جزء الوثائق المتوقعه الفرنسيه عند اللغه العربيه الرسميه واللي خصها تكون بالنسبه لنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.